أزول، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيغ أو جذور الأمازيغية. في الحلقة هذه وزي احنا ما عودناكم دائما الانطلاقة من جبل نفوسة، عندنا جذر ثلاثي واللي باين انه هو قديم هلبة، خصوصا لما نشوف التفرعات متاعه وإلى آخره، وربما يكون حتى الثنائي، وهذا حنجوه في الكلام تاعنا، اللي هو جذر ورغ. في الغالب يعني كثرة الاشتقاقات والتفرعات وكذلك من الانتقال من المعنى المادي إلى المعنى المعنوي، وكذلك التغير حسب التنوعات، دليل على توغل الجذر في التاريخانية. والذي طبعا الجذر هذا اللي نتكلم عليه هو جذر ياو يار ياغ، اللي هو ربما يكون أصلا الجذر متاعه يار ياغ. وعلى أي حال المعنى الأساسي متاعه يدور حول اللون الأصفر، وزي ما عودناكم مرة أخرى الانطلاق دائما من جبل نفوسة، فيقول النفوسيين للون الأصفر إما ورغ أو أوراغ، والنطق الثاني في الغالب الأعم هو الأصح لأسباب كثيرة شرحتها في مكان آخر. ولكن نعم، أو الراغ ما فيش، يعني نقدر نزيد عليها شوية معلومات، أو الراغ بتشديد الراء وليست أو راغ كما هو عند تنوعات عديدة أخرى. والأصل في حالة التشديد زي هذه هو أن الأكثر إغالا في القدم بالنسبة للغة هو أن الإنسان يلجأ إلى التسهيل من التشديد إلى غير التشديد، فيدل على واضح أن التشديد هو الأساس في الكلمة، فالإنسان يذهب من الصعب للسهل وليس العكس. على أي حال هذا مش موضوعنا، وهذا ديما نتكلم عليه في اللغويات، بس يعني هذا يتماشى مع بعض الألوان الأخرى اللي هي أملال، أزقاغ، أو الراغ إلى آخره. طيب، انطلاقا أو بنقارنه بين التنوعات الأمازيغية، يعني غالبا نبدأ بأمازيغ الجنوب، وزي العادة نبدأ مثلا بهراغ الهجار. الهجار يقولوا أوراغ هو اللون الأصفر، نفس الشيء مثلا نجد عند جميع التنوعات الأمازيغية الجنوبية، وكذلك نجد في الأطلس المتوسط في تمازيغت أوراغي وراغن تشلحيت تريفيت القبائل الأوراس مزاب ورقلة، في ليبيا مثلا غدام سوغات وجيلة وجنوب تونس وجربة كذلك. وطبعا صوارة دي منذكر فيها من ضمن نفوسة لما نتكلم عن التنوع النفسي. تبقى تنوع أمازيغ زناقة في موريتانيا، والتي لا يعني ما ينطقش فيها أوراغ أو أوراغ، وإنما يقولوا أرى، حرف الغين وقع في نهاية الكلمة، ولكن هذه الغين تولي مرة تانية في الحديث عن الذهب أو عن المرارة، وهو ما سوف نأتي عليه لاحقا. وهذا إن دل على شيء، أنا ديما نقول أن تنوع زناقة هم الأقدم خروجا من باقي التنوعات الأمازيغية، فإن وجدنا جذر مشترك مع زناقة في أي من الكلمات الأمازيغية فهذا يدل دليل واضح أن هذه الكلمة قديمة جدا في المشترك اللغوي الأمازيغي في جميع التنوعات، وهذا قدم ساحق سمك كنا. إذن كل التنوعات تتفق على أن اللون الأصفر هو أوراق، إلا باستثناء مدينة أنا اللي هي مدينة يفرن داخل نفوسة، وسوى على ما أظن يعني هذا حسب علمي إلى الآن، تطلق اللون البازيلي الأخضر الفاتح أو الأخضر عموما على اللون الأصفر، وهذا خطأ شائع حتى في بعض اللغات اللاتينية يختلطين هذين اللونين، عندك ثلاثة ألوان ديما يختلطوا، الأصفر والأخضر مع بروحهم، أو الأخضر والأزرق، يشتركان في أسماء كثيرة في كثير جدا من اللغات، ولكن احنا عندنا معرفة قوية جدا باللغات اللاتينية ولهذا نعطي بها الأمثلة، ولكن موجودة هذا الخلط في لغات كثيرة. وفي الأمازيغية يوجد زي ما قلنا في مدينة يفر، المدينة التي ولدت فيها أو مدينتي، وكذلك مدينة سيوة. إذن لما نتكلم عن التفرعات، وخلونا نخش هنا في التفرعات، لما نتكلم عن تفرعات كلمة اللون الأصفر هذه أوراغ أو أوراغ، نجدها مثلا أول حاجة تتبادل للذهن هو اللون الذهب، الذهب الأصفر زي يقوله، أو الأصفر الذهب الخالص يسمى في الأمازيغية أورا، وهو موجود تقريبا في كل التنوعات الأمازيغية بما فيهم يفرن وسيوة اللي هي تقول للأورا أخضر. طيب، وهذا طبعا مفهوم بسبب اللون متاعه طبعا اللي هو مائل إلى الصفرة وإلى آخره، فيه نوع من الحمرة، ولكن الذهبي على حسب المعيار متاعه فهو أصفر.
طبعا الامر لا ينتهي هنا في الاشتقاق. الاشتقاق انواع، في اشتقاق حسب الشكل حسب الوظيفه الاخيريه، هنا الاشتقاق حسب اللون. نجد اشتقاقات كثيره من حسب اللون. وخلوني معليش نبدا باشياء تبدو هي الاكثر بروزا لاول وهله، مثلا مرض الصفير اللي يسمى اليرقان، اللي مرض الصفير معروف، مرض الصفير يسمى شخص المريض به ام السوره. المرض نفسه يسمى اماوريغ. طيب عندنا اشتقاقات كثيرة أخرى مباشرة من اللون، ومنها مثلا الحيوانات، مثل مثلا اللون الأصفر الذهبي، بلاش نبدو مثلا من عند الهجار مرة أخرى، الثور الأصفر اللي مائل للحمرة ذاك، والحمار مثلا الأصفر، عفوا الأشهب والأخير الأصعب يقال أوراغ أوراغن، ومنتها التوراق إلى آخره، هي الغاء والقاف المنطقية طارق زي ما صار. طبعا في مجموعة من الحيوانات والحشرات إما سميت مباشرة باللون الأصفر كالثعلب مثلا الصحراوي، الثعلب الأصفر هذا الذهبي اللي يسموه فيه الفنك أظني بالعربية، الفنك بالعربية من الإنجليزية واللاتينية وإلى آخره، يسمى عندنا إيراغ. طيب نجد كذلك طائر تاوراخت، أو الخاء دي تقلب الغين تقلب خاء، كما في الجمع عندها نفسه كما التورة اختادي للطائر هذا، طائر الترنجي أظن يسمى وكذا، تيوراغين وهو كذلك مشترك موجود حتى عند أمازيغ الأطلس المتوسط. نجد مثلا حشرة تمورغي الجرادة، اللون الأصفر واضح وبين في المروة. نجد كذلك تسرغينت، في حشرة تسمى حشرة الحراثة أو كهذا من القبيل باللغة العربية، لونها أصفري أصفر هيكي شفاف ومقزز جدا اللون بتاعها حقيقة، وهي تضر كذلك حتى بالحيوانات. كذلك نجد مثلا أشوراغ، أشوراغ سمك يسمى بواسون ليمو اللي هو اللوت باللغة اللاتينية. كذلك نباتات تنحذر من هذا الجذر من اللون الأخضر هذا، مثلا تورغة، نوع من الصفصفة اللي هي من صنف النجليات، تسمى في في العربية الفصحى أظن الكالي أو كذا. طيب عودة على التنوعات، فيه نوع من الحناء الخضاب اللي يستعمل في الأيادي والأرجل الأخرى عند التوارغ، النبات متاعه وكذلك هو نفسه تسمى تروغاوين. عندهم كذلك تورق نفسهم، عندهم عودة للأمراض سامحوني، عندهم تهارغت اللي هو اسم مرض يصيب الخرفان، يعني يخلي الأمعاء متاعهم صفراء والأحشاء حتى هي صفراء. تهارغت نجد كذلك المرة، عرفت المرارة نفسها، المرارة نفسها فيها مادة تطلع منها ديك تسمى المرة بالعربية، تروغي الصفار هذا اللي يطلع من المرارة. هناك يعني في أشياء عندها اسم لكن فقط باش نحددوها، وعلى فكرة النباتات والحيوانات فيها هلبة هلبة راهو، يعني غير ما بذكرتهاش كلها ولكن دائما تحمل الاسم، ولكن في صنف آخر يحمل اسمها الأصلي ثم اللون الأصفر فقط، لأن فيه منه مثلا أصفر وأبيض وأخضر إلى آخره فيضاف إليه اللون الأصفر. فمثلا نجد وهذا في الحيوانات وفي الحشرات وفي النباتات إلى آخره، مثلا إفرغ ثورة نوع من السمك بالإنجليزية يسمى golden molt، مثلا نوع من الفقاع تيسيام، هذا نوع من الفقاع يسمى أغورسالا ورع، أظني بالفرنسي يسمى لاجيرول. نجد كذلك أفعال من هذا الفعل، مش فقط أسماء أو صفات، نقولوا إرواواغ عند هوغا يعني أصبح شاحب اللون، سواء الإنسان أو الحيوان أو حتى النبات. الشحوبة في اللون كذلك هي تيورغي، أصبح شاحبا كذلك عند أمازيغ الشمال إيوريغ. ومنها ننطلق للمعنى المعنوي، فمثلا الإنسان لما يصاب بالحزن والغم وإلى آخره والحيرة يقال في تمازيغ الأطلس المتوسط تيوريغيوين، اللي هو جمع بدون مفرد. نجد أيضا إنسان لما يصبح كئيب يقال إيورغود من نس، أي أصبح كئيبا.
كذلك الابتسامة الصفراء، هذه الاكسبريسيون ايديوماتيك، ولكن غير المقصود ان اللون الاصفر يضاف الى اشياء كما ذكرنا في النباتات والحيوانات الى اخره ليتغير المعنى او ليحدد الصنف، وهنا الاصفر يضاف ليعني كذلك الكآبة الى اخره، وقد يعني كذلك عدم الصدق في الشيء، فمثلا يقال طاد ستورقت اي ضحكة صفراء زي ما يقولوا، اي تدمن براءها شرا. يعني ذكرت فيما سبق الالوان، نذكر مثلا يقول اندرواغ بمعنى اصبح اللون براق، اصفر براق بارز، اللي هو يسمون فيه هايلايت اليوم بالانجليزيه سامحونا. مثلا بالنسبه للون ايضا نجد غروب الشمس مثلا في الشعر الامازيغي القديم اسوريريغ او تسويريريغ تسويريريغ تفوكت اي غابت وغربت الشمس، طبعا فيه تتواغ وفيه في تعبير اخرى وتشيك الشنتي سلمان الى اخره، ولكن هنا فقط حبيت نقول على اللون الاخضر. نجد مثلا اللون العاجي اللي هو اصفر مصر ابيض مصر يقولوا الليبيين ارواغ عند التوارق. من المعنى المعنوي ايضا الرطب الطري، جاءت مثلا من الالوان من الخضروات اللي مازال ما طابتش الغير ناضج اورينوي كلها تورغت اي غير ناضج، نذكر النبات ونذكر انه هو دورغ بمعنى غير ناضج مازال. الى هنا بنوقف، وفي الحلقه الجايه بنتكلم على الصله الوثيقه بينها وبين مقلوبها رغو، بل كذلك بنمشي اعمق من هذا بنتكلم رغو طبعا هي تعني الاحتراق، سخونه، الشهوه، الرغبه، النهم الى اخره. نجد لها معاني كثيره في نفوسها كذلك، اللي هي المنطلق نتاعنا دائما. وناتي بمجموعه من الاماكن الطبونوميه ونشرحها على هذا الضوء، والحلقه التي تليها عن الجدر الثنائي واللي غالبا يكون هو الاصل نتاع الاثنين رغو ورغ، اللي هو رغ يار يا الجدر الثنائي وهو غالبا الاقدم تاريخيا. الى حلقه قادمه ان شاء الله، وسامحونا على الاطاله. تنمية 2.